بتقدم لها 30 40 بحث ما لا يقل عن 10 12 يقبل. هل تتوقع انه من الابتعاث حيكون في بحث علمي جميل حيوصل انه الطلاب اللي حيتخرجوا حيقدموا بحوثات علميه افضل من اللي كانت موجوده في السعوديه؟ اعتقد حيساهموا بشكل كبير من ناحيه ايش؟ انه اللي تخرج من امريكا عنده تواصل مع مراكز البحث الكبيره في امريكا، امريكا او بريطانيا او استراليا او اي مكان. فلما يرجع السعوديه ويلاقي انه في فرص بحث علمي في السعوديه موجوده، غالبا الفرص البحث العلمي تشجع على انه يكون في تواصل مع جامعات برا. فتلاقي هذا الشخص عنده قدرة على التواصل مع اللي برا لأنه يعرف الناس المميزة في التخصص، فيبدأ يجيب شوية من الخبرات اللي شافها في برا يبدأ يجيبها محليا. يعني بخصوص المؤتمر، كيف شفت مؤتمر بعد؟ كيف شفت المؤتمر حقيقة خلال الاستعداد؟ أنا يعني أول يوم أنا ما توقعت إنه يكون بهذا الحجم. ما شاء الله واضح إنه في استعداد قوي وفي مجهود كبير مبذول في الموضوع. عجبتني فكرة وجود الجامعات الأمريكية لأنه فعلاً القبول هاجس موجود لدى الطلاب، خاصة يعني الواحد شغال مع أجيال من أجل أجيال، بنعمل دورات للمبتعثين الجدد، فملاحظين كيف الهم الهاجس حق القبول موجود. فوجود هذه الجامعات أعتقد شغلة قوية وإيجابية، وما شاء الله بعد استطاعوا أنه يجيبوا متحدثين مميزين حقيقة من المملكة. أنت وجهت لك دعوة؟ أنا وجهت لي دعوة. حتقوم بعمل دورة أو محاضرة؟ أنا حتكلم على تجربتي في الأندية السعودية بشكل عام في جلسة بكرة حتكون إن شاء الله. طيب من خلال اللي شفته في السعوديين في أمريكا، إيش أكثر حاجة يعني شددك؟ إيش الأشياء اللي ناسبت في السعوديين في أمريكا؟ نصيحة توجهها لهم؟ أنا حقيقة بتابع السعوديين في أمريكا من زمان، من فترة. عاجبني فيها انه فيها توجه مؤسسي وفي عمل واضح لانه ما تكون السعوديين في امريكا تعتمد على شخص او فرد، لما يروح هذا الشخص ينتهي المشروع. عاجبني في السعوديين في امريكا انفتاحه على المتطوعين، انه سهوله الانضمام لسعوديين في امريكا. الانضمام لسعوديين في امريكا ما هو صعب، اي واحد عنده خدمه او فكره يبغى يقدمها ممكن يقدمها. برضو اللي واضح في السعوديين في امريكا انهم بيقدموا خدمات حقيقيه للطالب، فالطالب اللي يدخل في الموقع فعلا حيحس انه في معلومه مفيده يستطيع انه يستفيد منها، فعارفين كيف يجيبوا الاشياء اللي تفيد الطلبه. وهذا اعتقد الاشياء دي تيجي بسبب انفتاحهم على المتطوعين. كثير من المؤسسات اللي شفتها تشتغل تطوعيه تكون كده شويه سيلكتيف في اختيار المتطوعين، فيحد شويه من قدراتها على فهم المجتمع وعلى التواصل معه بشكل جيد. ما شاء الله بحكم ما شاء الله خبرتك يعني 10 سنوات في امريكا، ايش اغلب الامور اللي تشوف انه الطالب السعودي يرتكبها كنوع من الخطا او الجهل؟ يعني ايش النصيحه اللي تقدمها لنا كطلاب؟ والله هي كثيره، هي حقيقه ابرزها قضيه يعني في نوع من عدم الدرايه بحقوقه في البعثه وواجباته في البعثه. البعثة بتوفر له فرص كثيرة لكن هو نفسه ما يعرف ايش الفرص هذه ولا يعرف كيف شروط الحصول عليها. الاستسلام للشائعات والكلام اللي ما هو موثق بمصادر حقيقية بيأثر كثير على الطلبة. فدوما ننصح انه كل واحد لابد يقرا من لوائح الابتعاث يحفظها، لانه لوائح الابتعاث مكتوب فيها حقوقك ومكتوب فيها واجباتك، مكتوب فيها شروط كل شيء تستطيع تحصل عليه من الملحقين. الشغلة الثانية التواصل مع المجتمع الأمريكي، والتواصل أقصد على كل المستويات، من خلال أنشطة اجتماعية، من خلال حضور المؤتمرات العلمية في تخصصك، من خلال الشغل في الجامعة في الصيف، من خلال الشغل في الشركات في الصيف برضو، من خلال التفاعل مع المنظمات الطلابية الأخرى، الاستفادة من الدورات اللي موجودة في الجامعات. الجامعات كلها بتقدم دورات مميزة جدا، كثير من طلبتنا ما يدروا عنها ولا يدور عليها. دوما يعني أعتقد أنه الواحد يحط في باله أنه من كان في حاجة الناس
كان الله في حاجته. كل واحد فينا جاءه مبتعث في البداية، تعرض لمشاكل، تعرض لضغوطات، تعرض لتحديات، فنحاول إنه اللي بعدنا ما يمر بنفس التجربة هذه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يخلي هذه النية هي اللي في بالنا، إنه النادي السعودي مثلا يكون رسالته فوق الأفراد وفوق الأشخاص، إنه الناس تدعم النادي أو تدعم العمل الطلابي، لأنه العمل الطلابي بيساهم في رفعة مستوى الطالب السعودي. أنا لو واحد طالب سعودي واجه صعوبة في قبول، فهذا يعني الطالب ده الوطن صرف عليه، فهذه خسارة وطنية. حتى الطالب ده سواء صاحبي عدوي أحبه ما أحبه، من بلدي مو من بلدي، من عشيرتي مو من عشيرتي، البلد هي اللي خسرت. فأنا لما أحاول في النادي أني أدعم الطلبة بغض النظر هم جايين من فين، فأنا بدعم مشروع وطني وبوفر في فلوس البلد وبوفر في إمكانيات البلد، فأنظر للنادي وللنشاط الطلابي بهذا المنظور. لما ننظر في نظري مو مش شخصي، مو عشان رئيس النادي عاجبني ولا مو عاجبني، ولا عشان الإدارة حقت النادي لها أفكار كده ما هي متناسبني، ما هي متلائمة معايا، هذا شيء تاني. أنا أشوف النادي ده رسالة والنشاط الطلابي ده رسالة، يهمني أنا إنه الرسالة دي تمشي وتكون فوق الأفراد فوق الأشخاص. وأعتقد لو الناس تفكر في النادي بهذا الشكل كثير من المشكلات الصغيرة اللي تحصل أحياناً ما يكون لها وجود. طيب كختام، يعني أفضل حاجة تعلمتها في أمريكا وتوجهها كنصيحة للطلاب، أفضل الأمور اللي يعني غيرت فيك خلال فترة تعليمك؟ النفس فيه كثير. 10 سنوات أنا استفدت كثير حقيقة في التواصل مع المجتمع الأمريكي، استفدت بشكل كبير جدا، كثير من أفكاري تغيرت، كثير من نظراتي للأمور تحسنت. أنا في نظري أنا أعتقد أنه فهمي لديني ازداد بسبب التواصل مع المجتمع الأمريكي. في أمور كثيرة في ديني ما كنت عارفها أصلا، لكن التواصل فرض علي أني أحاول أفهمها، أو مو ماني عارفها، أعرفها كذا تلقين، مو عارفها كذا ليش قناعة. التواصل في العمل الطلابي، يعني نحن كلنا بنحضر دورات في القيادة والتايم مانجمنت والعمل المشترك والأمور النظرية هذه، لكن العمل الطلابي هو اللي تحلك الفرصة أنك تطبق هذه الأشياء في عملك. أنا مو بس تعرفت على يعني أنا تعرفت على بلدي من خلال العمل الطلابي. أنا طول عمري عايش في جدة، كل الناس اللي حواليني من جدة، ما احتكاكي بالناس اللي من خارج جدة قليل، ونفس الشيء ينطبق على الناس اللي من مناطق أخرى. يجي كل واحد محتك طبيعي محتك بالناس اللي في منطقته، فالعمل الطلابي يفرض عليك إنك تتعرف على البلد، تفهم البلد إيش تركيبتها وإيش. وهذا الشيء ساعدني كثير لما رجعت على السعودية، إنه تفهم خلفيات الناس فتتكلم مع الناس بحسب خلفياتهم. يعني ما اللي يمشي أنت عندك عادي قد لا يكون عادي عند غيرك. صحيح. وهذه هذه تأخذ وقت عشان تفهمها، وما تفهمها إلا لما تحتك مع آخرين بهذا الشكل. يعني. آخر سؤال دكتور، متى موعد اللقاء حقك؟ اللقاء حقي بكرة أعتقد 3:30. الله يعطيك العافية دكتور، وشكرا انك اديتنا ولو وقت بسيط من وقتك المشهور. يعني والله يعطيك العافية، شرفتني حقيقة. سعوديين في امريكا دوما يعني من المؤسسات اللي اعزها واقدرها. اي واحد يقدم خدمة للطلاب واحد ما يقول الا الله يجزاه خير، وان شاء الله ربنا يصبره. والرسول صلى الله عليه وسلم دوما يقول انه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم لأنه مخالطة الناس فيها أذى، ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يفعل ذلك. فإن شاء الله سعوديين في أمريكا وغيرهم يكونوا من الناس اللي تصبر، وربنا يكتب لهم الأجر إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا.